كيفية الذبح الشرعي لخروف العيد؟ قبل الذبح يفضل تصويم الحيوان لمدة 12 ساعة، وذلك لتحسين نوعية اللحم وتقديم الماء للشرب للحيوان لتسهيل عملية السلخ. تجهيز السكين الخاص بالذبح، وذلك بأن يكون نصلها حادا ويدها مثبتة جيدا. يجب عدم إجهاد الخروف قبل الذبح وعدم جر الحيوان على الأرض إلى مكان الذبح، ولا يتم شد السكين أمام الحيوان ويتم الذبح بمجرد السيطرة عليه. عند ذبح الحيوان يوضع الخروف على الجانب الأيسر متجها نحو القبلة مع عدم تقييد الخروف أثناء وبعد الذبح، ثم المرور بالسكين على الرقبة أسفل الرأس أفقيا وقطع الأوردة، الحلقوم والمريء والوجدين، وذلك مع التسمية فذكر اسم الله عند الذبح تكسب الذابح والمذبوح سكينة وطمأنينة. يترك الدم ينزف ولا يتم فصل الرأس وقطع الأعصاب إلا بعد أن ينزف تماما وتخرج روحه كلية، ثم يبدأ الصلق بعد الذبح مباشرة، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.